بالنسبه للاثمنه الخط راه الثمن واصل، بالنسبه للحوله الغليظ الثمن واصل بزاف. مسكين مشى للسوق وصافي، السوق يمكن شويه رخاء على الكواره. ما شاء الله، هز 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 اصاحبي، شنو هذا؟ شحال ديال التندر هذا؟ تبارك الله، الله يبارك. شحال الثمن ديالو هذا؟ 600 تبارك الله، 6000 درهم الخروف. ها انت تشوف ديال حفير. تحياتي الناس حفير. خروف ديال التندر هذا، شوف كيف الله يبارك. كنتواجدوا الان في احفير، عند واحد الكوري هنايا كيشوفوا الاثمنه ديال الخرفان. اللهم بارك. فين تروح ديال الاثمنه ديال الخرفان مثلا؟ هذا اللي راه هنايا بشحال الثمن ديالو؟ هذا كيمشي 5700 درهم. اللهم بارك. كما كتشوفوا والثمن الصغير كاع ديال الدراوش 3000 درهم. بحال هادو اللي هنا بحالهم. المهم بالنسبة ل 3000 درهم، 3700، 4000، هادو اللي مرشومين يمكن تباعوا. هادو تباعوا، هادو 350 تبارك الله. هانتوما تلاحظوا بالنسبة للحولة كي داير. شوف اش من منطقة هاد الحوالة هادو؟ اش من منطقة يعني ديال برقم؟ ديال برقم. شوف الله يبارك. شوف هانتوما تشوفوا ما شاء الله. هذا بشحال؟ 670 5700 درهم. السلام ورحمة الله. تبارك الله عليك. إذا كما كتلاحظوا حنا كنتواجدوا في أحفير، نشوفوا الأجواء كي دايرة هنايا. هانتوما تشوفوا هاد النهار هذا راه مشمش حرارة. الله يبارك. انت شوف نمشيو نشوفو واحد الكوري عاود راه ملهيه، الجهة اللي ملهيه. بالنسبة لهادو 5000 درهم، 6000 درهم. شوف 5000 درهم، 6000 درهم. سلاف 6000، ما عندوش حاجه رقيقه. حنا كنقلبوا على حاجه رقيقه. 5000، 6000 درهم. المسكين مشى للسوق وصافي، السوق يمكن شويه رخاء على الكواره. هذا 5700 درهم. 5700. هذا 600. كاع سنا الحليب ياك؟ تبارك الله، سنا الحليب. ها انت تشوف حنا كنتواجدوا في الطريق الدخوله ديال احفير. ها انت عند ستاسيون ديال البومبا، الا خصو شي حولي مرحبا ياك. حنا كنحاولوا نبارطاجيو مع الناس كاع الاجواء، سواء كان في السوق ولا في الكوري ولا فين ما. الناس اللي كتقلب تشري الحولي مرحبا. هذا راه ما اشهر ما حتى شي حاجه، هذا راه غير واحد الجوله. جيت داخل هنايا لاحفير وتلاقيت مول الكوري وراني كنشوف هادشي اللي كاين. ما عندي علاقه حتى بشي حاجه يعني اصلا. انا الحولي ديالي راه موطر عاد. شوفوا شي حوليه صغيره. هذا شوف الحولي تبارك الله. شوف خلق الله ما يشاء، وفي خلق الله يشؤون. هذا تشوف الله يبارك. المهم بالنسبة للثمن هنايا راه 5000 وقاعد، 5000، 5500، 6000. نشوف هذا الكحل هذا العزيز تبارك الله عليك. هذا الكحل بشحال؟ بحال هذاك 600.
6000 درهم هذا الكحل هذا. هذا مهرس ولا؟ لا غير اثنين. ما شاء الله. الله يبارك. إذا خوتي هذه هي جولتنا هنايا في حفير باش نشوفوا الأجواء كي دايرة ديال أثمنة الخرفان. وتحياتي لكم خوتي وراه الشمس. واحد الشمس أخوتي. ها أنت تشوف. ها أنت تشوف. حولي ما شاء الله. شوف. خير شوف. هذاك اللي راك شحال هذاك اللي شادو؟ شحال هذا 630. 6300 درهم. ايوا راه تشوف الحجه راه. والله لا. لا اله الا الله. لا اله الا الله. ما كان غير. ايوا الله يجيب شي رحمه وصافي راه المسكين. لا اله الا الله صافي. امين امين امين. الله يسهل الامور. الله يعاونك. الله يعاونك. الله يحفظك. ما شاء الله. هز هز. هز اصاحبي. شنو هذا؟ تندر هذا؟ شحال ديال تندر هذا؟ تبارك الله. الله يبارك. شحال الثمن ديالو هذا؟ 600. تبارك الله. 6000 درهم الخروف. ها انت تشوف ديال حفير. تحياتي الناس حفير. خروف ديال التندر هذا. شوف كيتاب. الله يبارك. هذه هي اجواء ديال حفير. اللهم بارك. المنطقه الحدوديه ما بين المغرب و الجزائر، النقطة الفاصلة ما بين الحدود المغربية والجزائرية. وديما خوا خوا. إن شاء الله غادي ندير واحد الجولة هنايا في مدينة أحفير نشوفوا الأجواء كي دايرة. الحمد لله بالنسبة لمدينة أحفير الجو ديالها زوين تبارك الله. دائما مشمش الوقيتة ديال الشتاء وعاود كتكون الشتاء. وراهم خدموا هاد الطريق هادي داروا لها الكوش الاول وراه باقي عاد الكوش الزوج ديال الكودرون وسعوها شويه كما كتلاحظوا بالنسبه لانتهاء الاشغال راه مازال ما كملوش الاشغال غادي يديروا بوطويات البوطويات هنايا في القنوت ديال الضو بالنسبه للزليج راهم داروه في القنوت هاد الطريق هادي راه كانت ضيقه شويه وسعوها تبارك الله شوف هو الزلاج راه معاد يركبوا الزلاج تبارك الله ديال الرصيف مدينة أحفير الجميلة تحياتي لوليدة أحفير وليدة بريدرار وليدة سوشتا هو السوق أحفير يا أحفير بوكانون